الرجل يسمى كان عموميا منخاص على اعتراض على تلك الشركه، معناها انت سي بوزون انت مازلت نصراني تخدم شركه من القطاع الخاص او من القطاع العام. خويا ها؟ خويا ياسر شنو؟ لكن لا دائما لا لا انا نقول مصراني لا خاطر القوانين راهو او شيء يضرب بعض الله إذا كان صحيح، إذا كان شخص طبيعي رغم لا حول ولا قوة إلا بالله كان عموميا وخاصة حتى لو كان من شيء، إيش معناها؟ معناها أنت وقت اللي باش تعمل ستارت أب وعملت المنظمة نتاع الحصول على علامة وجاتك الموافقة ومشيت عملت لك كرياسيون في إطار التسهيل باش الستارت أب معناها يتكاتب ويولي عندك بليزيور ستارت أب نحالك أن يكون صورة بلوكاج نتاع عقل اللي المهم المفروض ما يجمش يعاقب والا يعترض على تلك الشيء، ما يجمش سوا ديزون يشكي بيك. على خاطر انت وقت اللي تبدا سالاري في شركه كيما انت عندك حقوق على عقد هو زاد عنده حقوق عليك، مش معناها حقوق عليك، معناها انت كان باش تعمل استقاله ولا باش تخرج ولا كذا ما يلزمكش تعمل استقالتك ولا خروج من الشركه ما يلزمش يترتب عليه خسائر الشركه، ما تجيبش تجي في بيريود حساسه وتخرج. ما تجمش تجي في بيريود تاع سير اكتيفيتي وتقول له انا بطلت. ما تجمش تجي في بيريود اللي انت فما كان انت في المؤسسه هذيك وكان انت في ميتريز وكان انت عندك السافوار فير وتقول لا سيدي انا معناها ايش خروجك انت اذا كان فما صحيح اذا كان فما معناها نقول احنا يان دي كوزاليتي ديريكتي بروبون علاقه سببيه مباشره بين خروجك وخسائر ترتبت على خروجك. لك علاش وقت اللي واحد يمشي يخرج من شركة المفروض يعلم ويعطي اجل معناها برشا باهي لعقله وكان لازم يعمل فاساسيون باش خروجه يكون معناها ما يترتبش عليه خسائر. هذا شو يقول لك؟ يقول لك ليه حقل المؤشرين يسمون كذا الاعتراض؟ معناها حتى لو كان ليه حقل المؤشرين الاعتراض انت كسراري كيما عندك قانون كيما عندك القانون بتاع المؤسسات ليش على بالك راه عندك قانون اخر اسمه مجال الشغل. مجال الشغل زاد تنظم وهو الاصل ماشي مجال الشغل مش هذا معناها مجال الشغل الحكايات اللي يهموا العلاقه بين المؤجر والمؤجر يا اما تلقاها في مجال الشغل ولا تلقاها في اللي كونفونسيون كوليكتيف اذا كان المؤسسه اللي كونفونسيون كوليكتيف ولا في مجال الشغل. يعني هذايا ما جاش قال لك هنا اصبر كيفاش لازم نقراوا القانون قال لك ليه حق المؤجر يصير كان عمل الاعتراض ما قالكش بصرف النظر على قانون الشغل. ساعات في خرج قانون ساعات معناها بحكم خدمتنا نعرف ياسر قانون دونك ولينا نعرف نعمل ليكتور دي بوا ساعات كي حشو ساعات كي عملوا زوز قوانين يتعارضوا كي خرج القانون الثاني شو يقول لك يزيد الكلمه يمسح القانون يزيد الكلمه في الفصل في القانون الثاني شو يقول لك؟ يقول لك بدون اعتبار القانون عدد كذا كذا والا يقول لك هذيك ولا يقول لك سو ريزيرف سو ريزيرف معناها اخذ بعين الاعتبار سا ديبون يا اما القانون هذايا يلزمو ياخذ بعين الاعتبار القانون الاخر دونك لازم يكون بدايه مع كومبرومي والا هذا يفسخ الاخر معناها بدون اعتبار بصرف النظر بصرف النظر عن قانون كذا كذا دونك انت اليوم هنا لا قال لك لا بصرف النظر ولا قال لك اش معناها معناها لازم تلقى كومبرومي تجي تخرج مش ما تخرجش ومن حقك لكن راهو لازم تاخذ بعين الاعتبار كونك لازم تعمل ولازم يكون ثم مش لا ينجمش يمنعك المنعات ما يمنعش اما يلزم ما تتسببش سيرتو الريسك شنو خروجك ما يلزمش يكون فيه خسائر ويأثر على نسق الانتاج ويأثر على الشركه ويأثر على نشاط الشركه معناها انت حاول تلقى ان كومبرومي لا يجوع ذنب ولا يشتكي راعي اخرج لكن اخرج اون بوتي اخرج من برا جرون بور اخرج من شركه الكوليد انت نزلت لي بوست ترجع اي راجل صحيح شنو شنو تقول انت من تقعد تجيب وتحسن نورمالمون دوبل فونكسيون جوجان باش تخرج ستارت اب لازم تتفرغ تخرج من بعد كون تتفرغ لازم تتفرغ اكتشفوا الاساسي تنجم تكون اسوسي وما تنجمش تتفرغ، تنجم تكون اسوسي وسالاري، تقعد على سالاري وسالاري، اما ال 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 ال
le créateur, le promoteur de la start-up, c'est une femme. D'ailleurs, quand je parle de la start-up, c'est une femme. Car on a dit que les avantages de l'eau, je ne sais pas, je ne sais pas. Car on a start-up, on a un salarié, on a des gens. Les avantages de l'eau. Bien, le fossile de Khams, je suis en train de se faire un peu plus de l'eau. تتولى مصالح مختصه بالوزاره مكافاه الاقتصاد الرقمي المهني والاتصال والاقتصاد الرقمي. تلقي مطالب الحصول على علامه مصر النشط وفرزها بعد تثبت في استفادة مطالب مقدم للشركات بالشروط التاليه. الوزاره بتاع الاقتصاد الرقمي والاتصال هذه كيما البيرو دار مش كل عبارة يورو دولار مش معناها يورو دولار معناها تتلقى المطالب هي فهي تقبل عليها وتتثبت من استيفاء المطالب بالشروط معناها كيف ديبويمون ادمينستراتيف كما نقولوا ساعات الشركات يشاركوا في 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 طلب العروض طلب العروض هذيك تلقى فيه شروط اداريه وشروط فنيه فما الناس تعمل فرز إداري وفما الناس تعمل فرز فني، مش معناها فرز إداري، فرز إداري مثلا نسخة من البطيئة، نسخة من شهادة مبايع جباية، نسخة من خلاص شروط مؤشر ومنظم، كذا، هذوك ورقة منها مباركة ناقصة، ليش تلقى روحك أكودي تخرج من البورصة، تخرج من طلب العروض، هذه كيف كيف، هذه وبالتالي أنت باش تصب البطل بتاع الحصول على علامة الكواس الناجحة. مش يصير فرز اولي على الوثائق الدوله خلى في هيك المحتوى التكنولوجي هيك اللي تقوم عليه الدوله معناها كيفاش نعرفها احنا هذه اسكو فيها بدل الكتاب ولا شهادات مش مصدور من بعض توا جيست على الوثائق باش نفتحوا امور اداريه شنو الامور الاداريه؟ ان يكون قد مر على تكوينها ان يكون قد مر على تكوينها قبل ما تنسي معناها انت مش تعطينا من نسخه من بديل ولا نسخه اذا كانت شركه ديجا موجوده وتحب تاخذ اللابل توا بعد يثبت هو الدار دو كرياسيون كان اقل من 8 سنين اوكي كان يكتب الدوسي بتاعك كل جديد يقول لك يبعث لي اسمه يبعث ما نعرفش اسمه يبعث ولا يبعث له دار المهم المفروض يبعث يبعث لي ليتر اكسبيكاتيف يقول لك يا فلان راهو يوصيك هنا معناها رفض البطل بتاعك ما نعرفش يعلم لك الرفض هذاك دار المهم الاداره تو بتاع المجدين يسمى في حاله الرفض يلزم مع التعليم باش يعطيك فرصه باش تصلح ولا تعطيك تمشي تشكي مع حد باش يروح خاطر فما سقوط الاداره قبل ما كانش فيه مشكله تسقط الاداره معناها توا سقوط الاداره ساعات في حالات يولي سقوط على الطريقة اذا سقط الاداره وتجاوزت فتره معينه معناها هذاك بالنسبه لي كان في اوبتوني كان في فرصه لكن باش يلزم الاداره باش تجاوب خاطر الاداره لازم تجاوب أنا يتجاوز عدد الموارد البشرية باش موصول هذاك اللي كنا نحكي فيه اسمي هذاك اللي كان بينهم تاعك قبل يلقاك أن يرمي كهرباء سوداء بالنسبة للمخرج هيك الكونديسيون يخدمهم اللي كنا نحكي عليهم. الفصل السادس شو يقول لك؟ خليه نصلي مع بعض. تحت دولة الوزارة مكافأة الاقتصاد الرقمي لجنة فنية، لجنة فنية تبع تسمى لجنة استناد عليها مؤسسة النشط، لجنة فنية شو اسمها؟ علامة لجنة استناد عليها مؤسسة النشط، هذه هي القلب نتاع القانون، اللجنة هذه في دار المنشأ، اللجنة هذه هي المحور الأساسي نتاع القانون اللي هي تنظم اللي هي بتوقع صحيح لجنة إسناد علامة الموازنة مش لجنة احنا كلمة لجنة كوميسيون يعني احنا نخدم كيف الرجال شو دور اللجنة هي؟ اللجنة هذه تبدأ تخدم وقتها بعد ما ديجا الدوسيات تفرزوا وين تفرزوا؟ الوزارة الوزارة عندها الفرز الأول تبدا تفرز في هذا الملفات اللي تلقاها غير مستجيب للشروط الاداريه هذاك من غير غير دوسي ما يمشيش لشكون؟ دور الدوسي اللي هما براء اللي هما عندهم 48 سنين واللي ما يتجاوزوش رقم معاملات كذا كذا واللي عنده دو تيير بعد الجزء هذوك براء هذوك يتعداو للفينال كما نقولوا احنا دومي فينال وفينال تمشي يطلعوا يقولوا في اللجنه الاسناد على
وشنو دور اللجنه تاع العلامه هذه؟ هي صحيح صحيح برافو عليك، هي الفلسفه نتاعها، الاخر اداري وغير الامور، الاخر ما تفتيش في الامور.